احنا رايحين فين يا بلسم باشا؟ اللي رايحين فين؟ بسم الله ما شاء الله، البحر مليان سمك. مفاجأة غير متوقعة بالمرة، أنا كنت فاكره مليان زبالة. يا أخي بدل ما تقعد تتمقلت علينا، شوف السمك هنصطاده إزاي. هي دي بقى المشكلة، دلوقتي هنصطاد إزاي؟ أنا هقول لكم هنصطاد إزاي. قولي يا ذات النضارة السوداء. لو سمحت ما تتريقش عشان دي أنت بتاعت المدام نانا. هنقف احنا الثلاثه هنعمل دوريه. معلش معلش، احنا الثلاثه نعمل مثلث، ما ينفعش نعمل دوريه. يا بلسم باشا ما تبقاش ضيق، اسمع كلام البنيه للاخر. يا استاذ ما تقاطعنيش، انا هقولك هنعمل الدوريه ازاي. هنعمل دوريه وهنقف احنا الثلاثه كده نحلق على السمك، هوب هنقفشه. فكره حلوه، نحلق على السمك ده لو بنحلق على فراخ تبقى فكره هايله. وبعدين بغض النظر لو حتى برضه عملنا وحلقنا على السمك ومسكنا السمك، ما هو يزفلط مننا، لأن السمك فيه مادة زفلطية. أيوة الفوسفور. يا ريت يا جماعة اللي عنده فكرة محترمة يقولها. أيوة لقيتها. قول. فكرة حلوة أوي. قول يا فرج. لو ينفع نجيب من أي حد صباع ديناميت، إحنا ممكن نطلع بشقلة حلوة أوي من المية. هو للأسف يا فرج أنا آخر صباع ديناميت معايا لسه طافين من شوية. يا ريت يا جماعة اللي عنده فكرة محترمة يقولها. أنا عندي فكرة تانية. اتفضلي. هنجيب تشت وهنسقطه في المية كده، هون هيطلع مليان بخيرات الله بإذن الله، وكل واحد ورزقه. قصدك كل واحد وتشته؟ تقتلش يا أستاذ، يعني بحاول أبقى زيكم كده. هو بص يا ست الحسن، هي فكرة التشت دي فكرة عبقرية بجد، عبقرية مش بتريق عليك، بس السؤال بقى هنجيب التشت منين؟ شوف شوف السؤال الساذج. قوليله قوليله هنجيب التشت منين؟ هي اللي تشت بتتجاب منين؟ من عند بتاع الساكسونيا. طب يا جماعة معلش، عشان بس ايه يعني ما زعقش واتعصب وانتوا تزعلوا مني، يا ريت نخلي في يافطة كبيرة قدامنا مكتوب عليها. استنى هنجيب اليافطة منين؟ قصف جبهة والله. لا اصلك هتعجزني هعجزك. انا مش عايز اعجز حد، احنا عايزين نفضل شباب كده مع بعضينا. بص يا ست الحسن، هي يافطة مش ملموسة يعني محسوسة، يعني نخلي في معلومة قدامنا بتقول ان احنا تايهين في جزيرة ما فيهاش ناس، ما فيهاش بتاع ساكسونيا، ما فيهاش بتاع ديناميت. يا استاذ ربك الكريم اللي قادر يجمعنا هنا هون من غير معاد، قادر يخلينا نلقى بتاع هلال والنجمة هنا هون. صح صح، وقادر برضو يخلينا نلاقي بتاع سمك هنا هوت. مظبوط، لان ربك رب قلوب. بالظبط، وربك مع المنكسرين جابر. اه والله والله يا شيخه، ده انت فله. ايوه لقيتها. لقيت ايه؟ لقيتها الفكره. قولها لها. لا لا قولها لها، انا اتكلموا انتوا مع بعض، انا دلدول يا جماعه، اللي انتوا تتفقوا عليه انا هعمله. احنا ممكن نكهرب الميه يا فاجر، ساعتها ممكن نخرج بشعله حلوه قوي من الميه، سمك، جمبري، سبات، كابوريا، استاكوزا، ترسة. ترسة مطرح ما ترسة. ومطرح ما ترسة دقيلة. وشارع ترسة. معلش هقطع ساعة الفرفشة دي، بس أسأل سؤال يعني. دلوقتي أنت عشان تكهرب طبعا المية هتكهرب البحر كله. اه كله، ما نصه؟ يعني محتاجين كهربا كبيرة. اه. طب ما أنت كده يا أخي فرج هتضطر تقطع الكهرباء عن الجزر التانية. الجزر التانية؟ اه. ما تتحرق الجزر التانية ولا يموت الناس اللي في الجزر التانية، انا عايز السمك اللي هنا. يا استاذ بدل ما انت عمال تعقربها لنا كده هون وتكسر في مقاديفنا، ما تقول لنا على الحل. صح، بدل ما انت عمال تكسر في المقاديف بتاعتنا اديها لنا على الاقل نقدف جوه. طب يا جماعه، هو في فكره قد تبدو غبيه بالنسبه لكم، بس فكره يعني اسمعوها مني. في اي فيلم، اي فيلم عربي اجنبي اي حاجه، لما ناس زينا كده بيتوه في جزيره زي دي علشان يروحوا يصطادوا سمك بيعملوا ايه؟ بيجيبوا خشب كبير كده يسنوه يبقى عامل زي الحربه، فيروحوا يرشقوه في السمكه يصطادوا السمك. زي فيلم المنبوذ. هو انت ما شفتيش غير فيلم المنبوذ؟ ما شفتيش فيلم المشبوه؟ نفع ولا ما نفعش؟ نفع نفع، احنا بقى عايزين نعمل الفكره بتاعت فيلم المنبوذ. معلش بقى كابتن باسم، بس بعايزك لو سمحت يعني. حضرتك قلت يعني ان في يافطه كبيره لازم نحطها قدامنا، ويافطه محسوسه مش ملموسه، ان الجزيره دي مش عليها اي حاجه خالص. مظبوط. هنجيب منين الخشب يا سيد محترم؟ ما هو لو تبص قدامك كده يعمى القلب والبصر والبصيره، لو تبص قدامك مش هتلاقي الخشب على الجزيره دي. خشب ايه؟ ما فيش غير شجر. وهو الشجر ده بلاستيك يا فرج، ما هو خشب يا حبيبي. وحضرتك بالفكاكه اللي انت فيها دي، ما قلتش الفكره دي ليه واحنا لسه على البر؟ جاي تقولها بعد ما نبل وبقينا في موقع الحدث؟ نبل؟ انا اسف معلش، يعني جات لي الفكره دلوقتي.
يلا بينا يلا. اسمك ايه؟ فرج. فرج ولا ميعود؟ والله احنا شكلنا هنجيب له السكر. سكر حلو الدنيا سكر. ما تفك كده يا بلسم باشا، يعني احنا في رحله صيد. انا اسف فرج، طفشت السمك والله بروح الفكايه بتاعتكم. تعالى بس تعالى بس، انت بس يعني متنرفز قوي. ها طمنيني يا عروسه، اخبارك ايه دلوقتي؟ الحمد لله ده انا بقيت زي الفل. ده الوصفه اللي حضرتك اديتها لي دي تقولش صح؟ هو حضرتك دكتور بطني؟ لا انا مهندس معماري بس بفهم في الخرسانه كويس قوي قوي قوي. ايوه بس يعني برضك حضرتك بتشتغل ايه؟ لا انا ما بشتغلش، انا وارث، عندي حاجات كتيره وبشغلها يعني. يعني عوض لي؟ بس شيك. ايوه. انتي اتجوزتوا خلاص ولا لسه مخطوبين؟ لا اتجوزنا خلاص. مبروك. الله يبارك في حضرتك. شكلكم كنتوا بتحبوا بعض من زمان. ايوه من كيشي. منين؟ كيشي. محافظة كيشي معروفة دي. لا احنا من الصعيد. ايوه ما هي نقطة كيشي تبع محافظة الصعيد. يمكن. من أول نظرة ولا مقابلات ومواعيد وحاجات كده؟ لا مش من أول نظرة. ولا أول أبدأ؟ ايوه ومن أول لفة. تعرف حضرتك ده بيحبني جو وبيقعد يكتب فيا شعر. ده آخر قصيدة كتبها لي كانت على فخدي. بيكتب في مناطق غريبة. مدام بس الكلام كويس. ايوه وبيقعد كمان يسترسل، وعارف هو عسل كده وكل البنات حاسدين عليه، ده من كتر نبروم الطيارة وقعت. يا ساتر يا رب. معلش دي أقدار، بس الحمد لله جت سليمة. مرة جاية تركبوا الطيارة من طياراتي. بجد؟ أنا عندي 2 بوينج وواحدة جامبو. أنت بالذات هترتاحي في الجامبو أوي أوي. يا رب يكرمك يا رب يا بيه. الجو مخنوق هنا مش عارف ليه قوي، علشان انا جايب تكييف معايا. ايه ده؟ تكييفي. الله. تحبي تتكيفي؟ يا ريت. الله. ايه رايك؟ ده حلو قوي. لا لا جميل قوي. ابا ابا قلت والله ماني ماشي مقلوب شوي. هلا بالحق يا استاذ عربي، وانت بتشتغل ايه؟ تقدر تقول عالم. وعهد الله يا ما حسن الصدف. طب ليه عندك طلب صغير؟ البنت بتختي خرسي ما بتتكلمش، فعايزينك يعني تزقها لنا زقه كده، يمكن تقول كلمه كلمتين يعني. لا ما ينفعش يا استاذ عربي، كلمه واحده يعني، ان شاء الله تقول كخ وماما والمحظوظ ضهرهم. يا حبيبي ما ينفعش، انا عالم مش ساحر. اسكت يا سرمنتي، انا فاهم انت بتتكلم في ايه. عندي طلب صغير كده، البت ليلي بنت اخويا تقدم لها كام عريس، بس يا ريت تقول كده معمول لها عمل سفلي ولا عزم بالله، عايزين نفكه له. يا حبيبي يا حبيبي انا مش دجال، انا ساحر ساحر، انا عالم، انا ابن كلب اللي جيت معاكم انتوا، ممكن ندور على وكل واحنا ساكتين. كل الجنينه دي كلها ما فيهاش ولا صجري عليها فاكهه. جنينه ايه يا صار منتي؟ دي عزبه. جناني عزبه. جناني عزبه. جناني بس. جنينه ايه وعزبه ايه؟ دي غابه. غابه عبد الرازق هي فين؟ غابه عبد الرازق دي غابه اللي احنا غلبناها 1-0 بجول محمد صلاح. انت ليه مجتهد؟ يعني ليه بتجتهد وبتنقل الحروف؟ غابه النقطه تحت طلعتها فوق وخليتها غاني. بس يا اخوانا يا اخوانا دي غابه، ما تخلونيش اتغاب عليكم. طب وايه الغابه دي؟ اهي دي الاسئله، دي الاسئله اللي جاوب عليها واحد عالم. الغابة دي ما هي إلا مساحة أرض واسعة يتميز لونها باللون الأخضر، واللون الأخضر هنا راجع منبته إلى لون النبات الذي ينبت في تلك الأرض، فهناك من النبات ما هو شجر وما هو زرع وما هي جنينة. هي كده صح. سنة أول مرة أشوف نخلة بتطرح زلط. زلط إيه؟ أهو أيوة صح، ده زلط. إيه دي؟ ده جوز هن. ولقينا جوز هن. ده جوز هن؟ يستحيل يكون ده جوز هن. جوز الهند يا دكتور باشمهندس عربي، اسمع لعلك تستفيد. بيبقى ابيض صح، مبشور صح، بيبقى معاه زبيب وكوز ولوز وكاجو، وبناكله على السحلب عند عم شلبه في القهوه. عم سمحي شلبه سمحي شلبه سمحي. بس ازمتكم في المكسرات. هنعدي على اي شجره رز بلبن من عند الملكي، هطلع اجيب المكسرات. اهم حاجه دلوقتي نفكر ازاي هنجيب جوز الهند ده. ده موضوع صعب قوي يا اخوانا، بس على مين؟ اوه ده عايزه واحد خفيف.
طب ما تسيبنا انا اسيبها ما تفكرش اجرب تجرب ايه انا جربته ما عرفتش انت هتطلع يعني نزق ايه نزق ايه ازاي دي نخله يا حبيبي نخله احنا نزقلها بالطوب ايوه بس ازاي دي بعيده برضه طب انا عندي حل ايه سيبني اجرب كده قول بتعمل ايه يا مجنون ده حرام يا غبي اي حاجه تسقط من فوق بس يا اخوانا احنا ايه الحل طيب احنا نقلب النخله ناخد جوز الهند ونعدلها تاني ايوه كل حاجه ايه ده الحق يا جماعه ايه ده يا ابن القرد ايه ده شوف صدق اللي سماه قرد فكرتوا في اللي انا بفكر فيه؟ طبعا احنا نذبح القرد ده ناكله ليه الاجتهاد المتخلف؟ ما ربنا رزقنا باكله قدامنا، نروح احنا نسعى وناكل المحرمات؟ محرمات ايه؟ وده خنزير بس ده ناشفه عند عم سمحي بيكون طريه وبيكون عضلات يحرق عم سمحي احنا المهم هنفتح دي ازاي دلوقتي؟ اقول لكم؟ ايه تعالوا ورايا وانا هتصرف يلا الف شكر يا ابو الواجب ايه الجمال دي؟ بس ما كانش نردي وقعتنا 10 12 15 واحدة من دين أهل الجزيرة؟ وإيه اللي جاب سيرة أهل الجزيرة؟ هم لقوها زينا ولا قعدوا يكسروا فيها سنة؟ طيب أنا هشرب بسم الله الرحمن الرحيم راح فين أنا اللي هشرب؟ ليه؟ أنا الأول لا أنا الأول أنا اللي هشرب لا اللي كسر يا شباب إحنا نلعب ونصلح لا نلعب ورفع صلح رفع بس نلعب كلوبامية على مين يلعب صلح ومين يلعب رفع يلا ونسيبها يلا كيلو بامية بايزي كيلو بامية أنا اللي كسبت لا عيودي عيودي أيوة عيودي عيد. أنت بتخوم أي كيلو بامية يا ابن الحرامية طب ما تقول له حاجة ولا رجع حاجة يعني هيفهمني أوفك منه كتير يمكن فهم لغتك يا ابن النصحي يعني هو حدفهني وإحنا قشرناها له وهو الشدة في الأخير يا اخوانا القرد بيعلمنا اول درس في الرحله هو الطمع يقل ما جمع احنا نرجع دلوقتي لاهل الجزيره ومحدش هيضرب الا حصر لا يفتح خشمه بحاجه هيبقى مصيره مصير جوزه الهند طمع ما فيش طه ما يحدث في الغابه سيظل في الغابه طيب